أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية في دمشق، مقتل 60 حوثيا في معارك شرق صنعاء، وتصاعد الغارات على الحوثيين في الساحل الغربي لليمن. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن وباء الكوليرا في اليمن سيتفاقم على الأرجح في الشهور المقبلة. موجة دفء غير معتادة في القطب الشمالي تدفع بتيار من الهواء القطبي قارس البرودة إلى أوروبا. الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أنشطة استحواذ، والدولار يهبط في وسط حالة من الحذر. رائد فضاء بريطاني يعلن أنه بعد 20 سنة سيكون بإمكان البشر الذهاب للمريخ. دراسة حديثة تقول إن الفراولة الطعام المثالي للأطفال المصابين بالسرطان. ودبي ميريكل جاردن تدخل موسوعة جينيس للمرة الثالثة. أهلا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية في دمشق، مقتل 60 حوثيا في معارك شرق صنعاء، وتصاعد الغارات على الحوثيين في الساحل الغربي لليمن. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن وباء الكوليرا في اليمن سيتفاقم على الأرجح في الشهور المقبلة. موجة دفء غير معتادة في القطب الشمالي تدفع بتيار من الهواء القطبي قارس البرودة إلى أوروبا. الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أنشطة استحواذ، والدولار يهبط